لأن النائب هو صوت الناس، ولأنه انتخب لينقل مشاكلهم ويشارك في حلها. وفي ظل الأزمات التي تعصف بالمدينة، كان لموقع يصور جولة بين الناس في الشارع الصوري لننقل صورة مصغرة عن مطالبهم، وعدنا بهذا التقرير. أول شغل إنه ما بدناش نطلب شيء شخصي، نحن عم نطلب شيء عام. اليوم إيجاد فرع للجامعة اللبنانية بصور، هيدا أهم المطالب بالنسبة لنا. الإسراع بإنجاز المستشفى الحكومي، هيدا أهم شيء بالنسبة لنا. فلذلك في بالنسبة للمحارق والنفايات، كيفية يعني هالقمامة اللي عم بتصير كلياتها والأثر السلبي اللي على البيئة، كيفية إيجاد معامل فرز بيئية حقيقية، مش نندلنا مثل العصور الوسطى هي الحرق، هذا لأنه صار من الماضي. بالنسبة للبلد لهون بلد عريقة، بلد منا يعني تاريخ عريق، مش سهل لحتى يزغروا هالبلد أو يضيقوا شوارعها وأرصفتها، يعني الرصيف أكبر من الشارع. وبالنهاية يعني انه هيدي بلد مدينة، لازم يكون فيها مواقف سيارات للعالم تروح وتجي. يعني بده يجي من الباص على قلب صور، هن 2 كيلومتر، بده يقعد نص ساعة ثلاث ارباع ساعة ليوصل على البلد، وبيوصل على البلد وما بيلاقي موقف. فعملت كثير بلبل بالسوق، يعني وبالسوق التجاري هون بقلب البلد، فما بعرف يعني انه شو الحلول اللي بدها تجي لحتى نطلبها. أنا بحكي رأيي كصاحب محل بمدينة صور، ومحل قديم يعني مش جديد، أنا عمري 50 سنة كمحل بالسوق. هلأ عنا نحن أكيد في شيء عم بيتكرر دائما، هو أزمة المواقف، أزمة وقوف السيارات. بعتقد بالإمكان ينلقى حل. هلأ يمكن البلدية عم تشتغل على مجموعة حلول ما عم بتناسب مع كل الناس، بس بعتقد إذا انعمل لقاء جدي وفعلي، مش بروتوكول ولا فولكلور انه عملنا اجتماع واجتمعنا وطلعنا بنتيجه. انا ما عم شكك بجديه حدا يعني بالموجودين يعني ببلديه صور، الله يعطيهم العافيه، عم بيشتغلوا ضمن امكانيات او ضمن المساحه المتاحه، بس في مجموعه افكار بتنعرض وبينشغل عليها على اساس ينعمل ينحل موضوع الازمه الوقوف. بدنا نوصل لمرحله نحن نبني استراتيجيه من اجل شبابنا، وما نكتفي بمعالجة ردة الفعل. يعني أنا اللي بشوفه مع احترامي للسياسيين الموجودين عنا والمسؤولين، دايما دايما نحن بنركض لنعالج تداعيات أي أزمة. وأنا بحكيها كنائب رئيس تجمع صناعي جبل عامل، وأنا بعرف الصناعة شو عم تعاني، وأنا واحد منهم كان مثلا اللي ضربنا فيه بحرب تموز، واللي استهدف الصناعة بحرب تموز، لأنه كل صناعي كان عنده بمصنعه مجموعة من الناس تشتغل، فضرب المصنع شتت الشباب وخليهم برات المنطقة. ونحن صراحة إذا بدنا نفكر بشكل صحيح، لازم نحافظ على الصناعة والزراعة. نتمنى نحن توسيع المواقف مدينة صور، توسيع الطرقات، مش تضييق الطرقات، توسيع الطرقات، لأنه مدينة صور معاش هي حكر على سكان الحاليين. مدينة صور هي بتصب نهاية جميع الكرة المحيطة فيها، بتصب قلب المدينة. يعني المدينة معاش تساع، المدينة كبروا السكان اللي بقلبها والمدينة عم تصغر. بتمنى هن يكونوا المطالب الرئيسي للمدينة يشوفوا حاجاتها بدنا مواقف نحن يكون فعلية، انه الناس يشرفوا عليها، بلدية صور يشرفوا عليها، شوف شو وين بحاجة انه تكون الاساس ناس وين توقف، وين تتوجه، وين بتروح. يعني يكون في ناس مثل دليل سياحي من البلدية للمدينة خاصة، يتوجهوا للبلدية. في اشياء كثيرة للمدينة ناقصة، بنتمنى منهم هن ينزلوا على الارض. أهم موضوع هو موضوع الكهرباء، قبل أي شيء يهتموا بالكهرباء النواب على المقلية، يجيبونا الكهرباء مثل باقي المناطق اللي بيعتبروها سياحية، مش صور مدينة سياحية وصور مصنفة سياحية وفيها أثارات وبيجي سواح. طب ليش بالمناطق السياحية بالصيفية بتجي عندهم الكهرباء على طول إلا صور لا، وهي المفروض تكون مصنفة سياحية؟ نحن أهم مطلب عندنا هي الكهرباء، بيرجع بعدين أكيد عندنا يعني هو من البلدية المطلوب إنه قصة النفايات ينحللها، يعمل لها حل انه جذري، مش هيك مثلا مو معمل نفايات وهيك. بس اهم اشي انا بدي من نواب صور يهتمونا بالكهرباء اكثر شيء. الشوارع الضيقه، هل ممنوع حدا يقف؟ حتى بالمواقف، المواقف اللي على البوابه فيش الا موقف، توصل السياره هونيك بدك تلف
فيش واحد اذا بده ينزل يشتري بالسوق اي غرض، فيش حدا فيش موقف له الا بده يدفع 2000. ما نحن بننزل على السوق، على السوق الشعبي مشان نوفر 2000 نوفر او 3، عم بدفعونا يا موقف. صور كتير مظلومه وبدها شغل، بدها اهتمام زايد لانه محرومه من الاهتمام الكبير على كل الاصعده، كهرباء، مي، ميتنا يعني اذا عم تجي بتجي ملوثه، البيئه، نظافه، سياحه، فقراء المدينه بدهم اهتمام من ناحيه الطبابه، من ناحيه متابعه، في كتير ناس عم تنظلم بشكل مش طبيعي. هلا في موضوع مستجد مثلا موضوع الموتوسيكلات، هي خبريه بكل لبنان، اوكي الدوله عم تطالب بتسويه اوضاعهم، كمان تمام نحن مع القانون، نحن ناس عم نطالب بالقانون لازم نطبق القانون، انا واحد من الناس اللي حجز موتوسيكلي منه قانوني منه مسجل، ما في مشكله بدي ارضخ للقانون، ولكن انت عم تطالب حدا بوضع اقتصادي منهار عم تطالبه يدفع 300 و400 دولار تسجيل، عم تطالبه ب 300 دولار دفتر سواقه، انه هل من العدل والمنطق موتوسيك حقه 300 و400 دولار بدك تدفع عليه 600 و700 دولار، انه عامل الدليفري كيف بدك تدفعه انت 700 دولار؟ انه جربوا عملوا تسويه نواب صور الاربعه، جربوا عملوا اقتراح قانون، عملوا اليه انه معلش مش منطق كمان تسجيل موتوسيك ودفتر سواقه موتوسيك بيكلف اكثر من ملعب الجولف اللي مأجريته الدوله لناس ب 1000 ليره وب 2000 ليره بالسنه، ملعب حقه ملايين دولارات مأجريته الدوله ب 1000 ليره. مي ما عندنا، مع العلم الأسمية على شمالنا وبرك راس العين على يميننا، كهرباء ما فش، هو أول شيء يعني لقمة الحياة بالبلد. اللي عم بيصير صار له يومين من قبل القوى من الداخلة بغطاء سياسي ضب الموتوسيكلات بالمنطقة قطع أرزاق الفقراء. في بعض الزعماء على الموتوسيكلات فهمنا، بس 90% بيشتغلوا دليفري. وإذا بيقولوا روح سجلوا هذا، ما هو اشتغلش أصلا دليفري لو معه مصاري، مش بحاجة يشتري موتوسيكل. وعندنا بحمل كل القيادة السياسية بالمنطقة حزب الله وحركة أمل نتيجة كل الشباب اللي عم بتهج واللي عم تسرق في طار الحبس.